احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد. نعلم جميعا ان كل واحد منا مفصل عليه ابتلاءه تفصيلا. هذا مريض، هذا ينتظر فرجا ما في عمل ما، هذه تنتظر لابنتها عريسا، هذا ينتظر سبحان الله العظيم حكما ينصفه في المحاكم وفي القضاء، انسان اخر مهموم ومضيق عليه وسبحان الله يلاقي شرف العيش، اخر يعني ضربته يد الفاقة والعوز والفقر ويطرق الابواب فلا يجد. كل واحد له مشكلة. وقلت من قبل ان الابتلاءات كالثوب تماما مفصلة على اصحابها تفصيلة، فهذا سمين، هذا نحيف، هذا طويل، هذا قصير. الابتلاءات كذلك مفصلة على صاحبها، واذا رفعنا ونزعنا الابتلاء من فلان وضعناه على فلان ربما يهلكه، لا يستطيع ان يتحمل. ولكن سبحان الله، الله لا يكلف نفسا الا وسعها. لكن الانسان عندما يهجم عليه الابتلاء ماذا يصنع؟ اول شيء لا يقف عند حد الابتلاء، ولكن يقف على مساحة النعم التي عنده. فمثلا مرضت مرضا، اقول سبحان الله انا 50 سنة مضت ما مرضت هذا المرض، يعني عشت 50 سنة مريض، ويعني شهر او شهرين او مدة قليلة جاءني المرض او زارني المرض. وهذا شعار الصالحين ان اكثر الناس ابتداء الانبياء في الاولياء في الامثل في الامثل. فلما اتذكر 50 سنة من النعم وعدم المرض الى 2-3 شهور من المرض، استقل سبحان الله نفسي في قلة الصبر وقلة الرضا، فشكر النعمة يزيدها وسبحان الله يجعل النعمة متواصلة. ثم هذا انسان او انسانة تنتظر ان ابنتها يعني جرى بها العمر ولم يطرق بابهم خاطب او عريس. انا اقول لها يا اختي الفاضلة، ايتها الام الكريمة، ايتها البنت الفاضلة، العريس هذا نوع من انواع الرزق، نوع من انواع الرزق، وسوف ياتي هذا الرزق في وقت ياذن الله به، لا معذرة تقولي ان ابنتي غير مختلطة بالمجتمعات ويجب ان تختلط ويجب ان تنتهي من موضوع الانعزالية والتوحد، ويجب ان تخالط الناس وتعاشر وتذهب للعمل وتشارك وتحضر مؤتمرات. لا يا بنت الحلال، هذه ليست وسيلة لان يطرق الخاطب، بالعكس هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، سوف يأتي سبحان الله، وعندما يأتي تفتح له الابواب ويأتي على اهون الاسباب. لكن له وقت وانتظار الفرج نوع من العبادة، لكن نحن نستعجل الأخبار ونحن نقول دائما لابد أن الفرج يكتمل في رحم المحنة حتى يولد كاملا بإذن الله رب العالمين. أنت أيها الإنسان سبحان الله الذي ضاقت بك السبل وقلت الإمكانيات، ألا تدري أن رزقك مكتوب عند الله عز وجل، وأنت في هذه الآونة الرزق قل لكن سوف يزيد بعد ذلك، أو أنه ليس من نصيبك، كان في ساعة من الرزق ثم صار ضيق من الرزق ثم تأتي الساعة بإذن الله، وأنت يجب أن تطرق باب الله. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني قضية أن يمددكم بأموال وبنين، يعني إذا البنت يجي لها عريس والولد يجي له عروس عشان ينجبه سبحان الله، يعني ده من ضمن الرزق. ثمرات إيه؟ ثمرات الاستغفار. فأكثر من الاستغفار، أكثر من الحوقلة يا صاحب الهم، أكثر من حسبي الله ونعم الوكيل يا أيها الخائف، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله بالفضل العظيم. اذا من الحسبنة هذه. لكن الناس للأسف يظن أن واحد يقول له يا أخي حسبي الله ونعم الوكيل فيه، يقول أنت تدعو علي، انت يا عم لا بيد عليك ولا شيء، هذا انسان في هم وكرب. كما كان المسلمون بعد احد قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، وقد عاد ابو سفيان ليستأصل شعفتكم مرة اخرى، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فانت كن مع الله عندما تقع في ورطة وتقع في داخل حوت الازمة،
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أحبتي الأمل يجب أن نعيش به، أما اليأس لا يحقق أمره. بالله عليك أنا حزنت على ابنتي المريضة أو حزنت على ابنتي التي لم تتزوج أو حزنت على كذا، هل هذا الحزن يفرج الكرب؟ هل هذا الحزن يفتح الأبواب؟ هل هذا الحزن سبحان الله العظيم يعني يفرج الكروب؟ أبدا، الحزن يقسر القلب ويجعل الإنسان مهموما، وإنما لك رب تعتمد عليه وتتوكل عليه. أنت إذا مرضت تذهب للطبيب، إذا كنت في أزمة تذهب إلى ثري أو غني، أما في حياتك كلها فأنت تحتاج إلى خالقك الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجن. اقترب من ربك يأتي الفرج بإذن الله أو يصبرك على ما أنت فيه. نسأل الله صبرا لأصحاب الأزمات ورضا لأصحاب المشاكل وقناعة للذين ضاقت عليهم السبل. نسأل الله أن يفك كرب المكروبين وأن يسد دين المدينين وأن يرزق بناتنا الأزواج الصالحين وأبناءنا الزوجات الصالحات وأن يجعل أمل هذه الأمة في عودتها لدينها وأن يردها رب العباد إليه ردا جميلا حسنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.